أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب شرح الأنموذج، كتاب دبيت خبرك بمتلاكي محذوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العربية مفتاح البيان، وصيرها آلة يحترز بها عن الخطأ في اللسان، وقوم بسببها المنطق الذي هو مميز الإنسان، مميز جدلوس باعتباره وخندره، وهيأها سلما يرتقى بها إلى ذروة حقائق القرآن. والصلاة على خير الأنام محمد الفرقان، وعلى آله وأصحابه رؤساء أهل الإيمان. أما بعد، فيقول الإمام العالم العابد الفاضل الكامل، أفضل الفاضلين أشرف المحققين، المولى المعظم الإمام الأعظم، المولى المعظم الإمام الأعظم، الجامع بين المعقول والمنقول، الحاوي بين الأصول والفروع، مبين الحلال والحرام، المصون بعناية رب العالمين، ملك القضاة والحكام، جمال الملة والدين، محمد بن عبد الغني الأردبيلي، متع الله المسلمين بطول بقائه وأدام دولته بحق خالقه. وادر دكوي أما بعد وكا الحمد لله وتا أما بعد وكا يخدي شارحة خوالي رازي بيت بلان. فيقول الإمام أو تا إيرك تا وكذا لو أدام دولته دولتهش دولته دولته دوشانهن معنى كان لك نزيكا وأدام يا دولته بهر حال بلا دولته بحق خالقه. لا فيقول تا أوقصي شارح نيا، چونك هيچ كس قرار نيا تعريف لخويك أويش بتابت زانايان زانايان أمن دان خوبيا كمو خوبيا ناچيزا إتر بخوان روا نابينن أو صافيك أعوا أبو جورا أويش توصيفاتك أعلو نوعا لخويا مكن زور باشا. معنى كدني أم عبارتها أو بلم كأم بياويك كالبياواني أهل السنة وشاد لنا وشيع دا واجل ودرابت كأم بياو شيع ونأ بيجان كدو سريان لبرده وأم بياو لزمانه كاجياو قلت دو قصي ليدك ليه آلة هش صوشتيك يهجيها برحمة شوى وبركي جلن لش هش صوشتيك دا دقيقا آوة. يعني بيش ابن مالك يجبو قويا واج دردك يد هل واج بيت بالا لدوراني كابو كاليران دا هشي عنا بو ام بياوا بنجاد و نتاوى تركا خلقي اردبيلة او شويني كوا فقيه جورو نجيب زادي جوري شافعي كان لويا إمامي أردبيلي مشهور صاحب أنوار وجويا هر أمبياوش خلا درجات عالكة أنواركي هي لفقه ده وشرح حاشية كشي هي بسر تفسيري بيزاوية شتي كشي هي استجوان حضوري ذهن منيا أم بيوا شارح أنموذجة لنا وشرح كان أنموذج دا شاد شرحي الريكو بيكترو علمي تربون لم بلان بدليل أوي زمخشري رحمه الله مفصلي قشيو لا أسري قشراني مفصلة وأنموذجي دار هنا أنموذجي بو مبتديان هنا أنموذجي بو أو كسانه هنا كوا
سرتای خوندنی نحویانا جا لواقع دا ببه هیچ جور گمانیک که کتیبکا متنی کتیبکا که اون موزج کتیبکا با مبتدیان ببه هیچ گمانیک ام شرحی اردبیلی بنسبت جایگاه کتیبکا و که با مبتدیانا بینی و بین الله باشترین شرحه بدلیل یوی شرح کانی که بو نمونه شرحی که مشهور که هیا لسر اون موزج حدائق الدقائق كمن لخزمتي داهم والله لحد مبتديان ده هيتش كان يزور بلو صرا لحد جراني كتابي كيوكو كافي ابن حاجب دعوايا اعوى واقعيتك خريكا بلوم لبرش ونا لكافيش جران ترى بلان ام كتابك ابو مبتديان نسرا وشرحي ام شارحا خوا درجاتي عاليكا كومك يزور كردوا واقعا كسيك مبتدي بهمو ام كتاب بخويني بيني وبين الله بتشير ونعيد بتولى نحو ده بلى أليست هرشي ستايش بخوايا كوا عرب أزباني عربي قرار داوا بكليدي بيان تو واضحة ما كتوضيحاتي ناوي سيرها هاك بو عربي لتتوا وعربي وداناوا كردوتي بتشي بآلة سيارة فعلي دو مفعولية جعل شر فعلي دو مفعولية وقرار داوا عربي بوسيلة وأمرازك كوا يحترز بها خود فاريز ري بها بو آلتها كعربية التي عن الخطأ في اللسان لهلا لواقع بوني هلا لزبان دا كإنسان شتيكي خوين بهلا نخوين دواني وقوم بسببها المنطق الذي هو مميز الإنساني يا مميز الإنساني وتقويمي كردو والراسي كردو تواني بسبب أم عربية أو نطقي كوا إنسان جادك أتواني يا محلي جابونو إنسان الواقع ده يعني جدابونو إنسان لبقية بشي بمنطقة كي بمنطقية وخواي قولا منطقي إنساني بزبان عربي راس لو باسا كدو دروسي كدو دروس دري هنا وصحيح دري هنا وهيأها سلما يرتقى بها إلى زرة حقائق القرآن هكذا باسم بو عربية شتاني وزباني عربي خواي قولة آمادي كردوا بتي با نردبانك هيا أجد يارا كلمة تدفيني دو مفعولي سلما بمفعول به دوم تفسيري بكينا لها مش تجوان ترى وخواي تبارك وتعالى أم زباني عربي آمادي كردوا بتي بسلم ببيجة بنردبان ببيجة كوا يرتقى بها كسرد كويت بهوي حواد كويت بهوي أو عربية و بروتي برو لوتكي حقيقة كان القرآن ذروة كل العرب دلن ذروة كل شيء يعني أعلاه ذروة هرشتك يعني سروي يعني بوسيله أو عربية که خواهی گوره کردویتی بپیجا انسانکان ده توان انصر کون باو پیجا دا تا چوه تا لطکه سری لطکه زیرو سری لطکه سری لطکه حقیقتا کانی قرآن و واقعا وایا اگر لدستان دا بی هر چند زور گرانه لباری ادب متنکه و متنکه گرانه مقدمه مفصل تماشاك ك زمخشري رحمه الله شلون بحثي زباني عربي دكا و بومن بحث دكا كتشندا الواقع دا اثراتي هي لسر حاربوني قران وفقه وكلامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هم اوبابه الدنيا وواقعا زباني عربي او بيجيك انسان بيبه بيجي اثر كي او بيجي نبيت او آلة نبيت او وسيلة نبيت انسان ناتوان اثر كي واقعا دميني توا وكو زور يقل ايما كلام سردم دا او ما بيناني ناتوان انبان بقرآن واربكرين بو شنك واقعا وسيلي او كسر كيوين بقينا سر لتككا كبزاني ناوروكي قرآن جيا وصيلي سركوتنا كمان بيني متاسفانا.
بويا هميشه بفقه كان توصيه هي كزور بپختي صرف النحو بزانن زو ضروري بس. والصلاة على خير الأنام محمد الفرقان، رحمة لسر باشتريني أنام مخلوقات كتشي أويش محمد صلى الله عليه وسلم كوصفي أم محمد أو فرقانة جيا كروي حق باطلة بجورك محمد لترفيك قراري قرت أو ترفيك كمحمد تدان بيت باطلة محمد كقصي شكرت قصي برابري محمد باطلة قصي محمد حق فرقان أبو وصفه. وعلى آله وأصحابه وأم رحمته وأم آسايشة لسر چه بيت لسر آلي بيغمبر بيت زور توضيح داو آل چب أول بيريشكي چب أهل بيريشكي بو آلنا أخوة كشيعة إدعاي بوكن لواقع دا آل باشترين رأي إمام مالك رحمه الله كده فرمير هر كس شوين بيغمبر كود آلي بيغمبر ولازم ناكا أو كسا كتبعيتي لبيغمبر كردوا زمان لازم ناكا تبي لسردمي بيغمبر بجا آلة نا بيس قرن دوا إيما كسك بيدا دبي خالصانة رقاي بيغمبر دا قريتا براوا حالوكو أو كسا وايك لسردمي بيغمبر رقاي بيغمبر قريتا براوا حالوات بلا أصحاب درجاتي يعني هميشة قولتر لبقية بلان أو أهليتي بيدا براو أو شايستيي بيدت ريلا وقادة وأصحابه جاب وصفة أصحاب لآلة جيدة بيتوا أما بقولي علماء بلاغة كده فرمون عطفي خاصة بوصر عام يا عطفي بعض بوصر كل وكو نحوي كان دلن چونك بم وصفة كوصفي تبعيته بيروي وريروي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم أصحاب جيلي أول ونسلي أول زهر جاك كوا أمانتشين رؤساء أهل الإيمان سلوكاني أهل إيمان بيني وبين الله وايا أمام بزرق وارانا سركردكاني إيمان دارانا واقعا وايا ألي لدى أمد هردكوي راس دوخو كما مستي أردبيلي كاللقبكي غني زادب وبغني زادة مشهورة سني بوش تصادفا شافي ما سبيش بو چون که لکتیبی هیچ نوسری کشی عدا نبینی بکم بزور اشاره با اصحاب ده اویش بخیر و برحمت چون که چاویان بمعنه اللهی و جوان قدرتی بیسیدی دای اصحابی نیه چه بگابوی که بزبانیان داوی خیر و رحمتیان بکن بله و اوش بابزانین لأدبیات عربی ده غيري نوسري سمدية كشيخي بهائية شيعة هجور النقشي كي درستو حسابيا نبوة لأدبيات عرب ده و اي شيخي بهائش كسمدية نوسي و بتأثيري راس توخو كصاحب مغني ابن هشام لسر شيخي بهائي بويتي وجلال الدين سيوطي رحمهم الله أمدو برزايا كراس توخو تأثيريان نسر بهائي بوا جا سمدي نصيوة اينا سمديش نتيجي عالمي وزانايي مطلقيش مؤلفكيني لواقع ده چونك اوكسا بيشتر منابعي اهلي السنة كلا نحو داها يجوان خويندويتي امزها تويدي نصيوة تاني غير يوشد نابيني إثر هداي بو نسبة همو أمانة دروايا قطعا نوسر يكماني صاحبي سرف ميلا هر كسي شرح أمسر إليا بيها ورا أمو همو بزرگواراني أهل السنة بن كواتيا أو كاران كدو بو إيسر لهج كام لمعاهد إسلامي لهج قوشيه هم أرزدا
كتابك لأدبياتي عربي دا ناخ وندرك وشعيك مصيبتي وأمان تصادفنا قد تدريسي شي دا كان واقعا بدأخوا الزؤزر بدأخوا حد ما تعلمش خراب دا كان واقعا بلا ريادي بن زورت شاك. أما بعد وكش دك فيقول وكش بلا ذكري أما بعد وك إيم بيابي أما وكو فصل الختام ونقش تفصيلها اتر يعني دواء أم بابتانا دلت شي دلت إمامي عالم عابد عالم يعني زانا عابد يعني كسيك واقعا خالص أنا برس الشيخ دادك فاضل بزرگوار كامل تواو أفضل فضلنا بزرگوار كان دا قولتين بزرگوار كانها أشرف المحقق لنا أهل تحقيقه بريسترين يعني المولى المعظم مولى والله كلمية كالعربي دا أمن دي معناها أمن دي معناها باور كاد لا سلوي بيستن معناها كاني حرب أستاذ لي ردا معناه بكلب براسي جوان ترى ما مصاي بزرگوار إمام أعظم أنجا كسي كجامعي بين معقول منقول يعني هم لعلمي منقولة زانايا وهم لعلمي معقولة يعني مسائل عقلي ونقلي عندي علوم معنى هيك أصلا نقلين نين وكو مثلا منطقة وتماشا كفرزا بلا عندي من علم معنى هن كواقعنا معنى نقلين وكو حديث بونمونا وكو تفسير بونمونا تماشا بشي كلمة تفسير شو كان هموي كل من قلال لتفسيرها موجود نية دواي الحابين أصول الفروع كأم بيا بزرقوارا جامعي أصول فروع أصول عموما ب قواعد ابن راتي دقوت لي أصول فقه فروع أحكامات عملي كو بيضلان فقه مبين حلال وحرام هذا فرمي كسيك حلال روشن أكاهتو حرام روشن دكاته ولكن جاء دكاته أبو خلق المصون بعناية رب العالمين كباري أزدرها وأمكسا بتوجهي خداون دي عالمين ك توجهي خاصي بن بيا أبو باري ملك القضاة والحكام أم بيا وشاي قاضي كان وحاكم كان يعني أجر قضاوتك دكا حكمك كائتر شاي همو حكمه قاضي قزاوة كان دبت جمال الملة والدين أهوخ لقى بكيتي كشي محمد بن برزي كري عبد الغني خلقي أردبيلة متع الله المسلمين خدا متاع لذة خوشي بداب مسلمان بطول بقائه ببقاي طولاني أم كسي آوال أصلا وأدام دولته بحق خالقه وخواد دولة دسالاتي أم بياويا برق لعلماء اللغات فرق بين دولة دولة دكان بكسرو بضمة عفو بضمة وبفتحة أو كتماشا لغة كان دواتر بوخوتان وخوا إدامة بدات دسال إدامة بدات بو دسالاتي أم بريزيا هي كبو عبد الغني محمد بن الغني الشيطانية بحق خالقي خوي بحق خالقي شي خالقي ايش هي كشهر بو محمد بن عبد الغني تتاني خوا اذا ما بدا صلاتي ام محمد ام عبد الغني ام اردبيليا بحقي شي بحقي خالقي ام اردبيليا اما توسل لا قال كا خوي جورا اذا ما صلاتي في هذاك خزمتي زور تربكاو واستفادي زور تلم بياوا وربجيريت جاء ام بياوا برد او ام تي كي قطعا كي يشارحني بلان اوي اول با بو يشارحني چونك هيچ كاس او تعريف هناك اما اكثرا دو نوع كاس امشتانا دنوصن يكان واقعا اول كرتك فقيق لفقيق يعني ام زانانا نسخي كتابة كان دنوصي توانيه يعني كتابة كان نسخة برداري كان دار نسخة ثانية أم تي كي في إضافة كان فقه كان أكثر ودواتيريش أمزا سردماني دا قزريو يشيك لكاتب وكان دي دي نسخة ودبارة أويش أمشتان إضافة كان إنا مواقعان كاري أم برزني الوقت
أردبيلي أفرمي لما رأيت مختصر الإمام الهمامي ها بل لما رأيت مختصر الإمام الهمامي علامة العالم أستاذ أئمة بني آدم جار الله قدس الله روحه ونور ضريحه أعني أنموذجه في النحو قليل اللفظ كثير المعنى صغير الحجم غليظ الفحوى مرغوبا للمبتدئين عزيزنا بدكم وغيرهم مطلوبا للسالك سبيل خيره بالله. جار فعلي دو مفعولية دلالة كاتك يقينا بو أقل بمعنى بينينج بيت تك مفعولي دبت بلان بمعنى يقين بيت جوان تردد لكاتك يقينا بو كوا مختصر يعني أو كرتن وصينانا وكأمتنا كمانا أو مختصري إمامي بغيرت همام يعني بزرقوار وشجاع علامي عالم تاولي ما موستاي إمام كاني آدمي زاد أو إماماني كلا آدمي زاد تايسة بيدابون أم إمامي همواني أنا شيء كن يكي لقبكي دل ليرة داو ناي خوي نابا كشي جار الله بويبا زمخشريان قلتوا جار الله بدليل أو جار الله أم بياوة لما كزور ما وتو وزورج أهل عبادة وزمخشري لقالوا ذاك معتزلي بو استدلا معتزلي لا باري فكريات شيان بو شيان بو نعم أنا إنسانان كي برزيان زوزور تدابوا كيش لو أنا زمخشري وزوزور أهل عبادة وزمخشري تا جنو من دالي نبوا لواقع دا قاتي كيشي نبوا لپش اجنو قاتی نبوا والله هنا ظالم یش لا می جنو سکان د جیرته و دله لفقی چی زمخشری و د جیرته دله لما پش قربان او قات لکی و نبو او ایش د فرمی گویا من به منالی منال بم چولکی کم گرتبو بزندوی قاسم لکردو دایکم دعای لکدم کچولکه که حل دبزی و دیقی جان یا خلال والا بو در دفتی احساسك كم دعاي دايكم لي كلاب و انت اما اشتاك هذا يجرنا و صحته و سقمه كي نازان دعاي زمخ شريك سيقوله و بزرقوانانا كا لقل او دا كوسب و هو يك جنو من دالي نبوا او نخوشي جسمي بوا جادلن بدار زور زرنگ و كلا نحو ادبيات و ما نشاء او استاد و لشتي كشا زور زرنگ و بدار تخت قاتی که مصنوعی با خود روز کدو کدروی شلیه که واضح بو بسری دو عباقی بسر داد دایوانی و خلکان کنندی بو آن زانه هر قاتی شلیه نه قاتی پیونیه ایتر وقتی که رو دکات شام ایتر دزان زمان شریده چه ملاو زانا زانانی او سردمو حاکم کانی او سردمه تا دلوی شام همو خلا با استقبالی وده چه ایت زمخشری دلن ام علمشی لای پیاوی که شویر زور فیر بوا یچه لو زانانا لکلانه بوا لیسفهان بوا ولی شویر نکیش دیتم است حضور ذهنم نیا لای افرته که شخوین دویتی که او افرتا مامستایی که گوری عربی بوا لو سردم دا اهلی خارزم بوا خارزم و ازانم قدیم ماورا و نهری هم پیگو تو است ده که یوت آسیای میانا ایت نازم لفق بغزم لبشه که افغانستان ده به دقیقا لو منطقة دابو يترهاتو تسي بيك الدولة إسفهان زور خيان ديوتي لواقع دا أو سردم يو كم إسفهانش ومنطقة خوشان خارزم حنفي بونو بارحال لو شو نجدا معتزلي بونو إسفهانش خاص تقاو بايقاي معتزلية كان بو لو خيان ديوتي وشاهد أن فكرشي هلا ورقت بيه ومن بيستوش ما أمشتا كلا آخري عملي دا زمخشري متوجهي حالتو بلطي فكري اعتزال بوه قويا بلان لقال اوجدا كمعتزلي بوه وعلمان اهلي السنة دجي او فكر بون
بلان ام بيا ولاي همو زانان اهل السنه الرزو احترامي تايبتي هي لناو اهل السنه تش اوانان زور زور تندن افراط وكو سلفيه تش اوانان زور زور اهل تفريط وكو صوفي لواقح دا الرزو حرمتي تايبتي هي زمخشري وزمخشري بنهايه يطرق الى صوفيا امبوا اما واقعيتك بينها يفرق إلى تصوف بوا دواي ايش اللي كتبه شاقاني كهيتي الشرحي واد زانم استح منا اكمل مادة ثانية الشرحي هندك كلمات امام الشافعي دا خوان درجات عالي كربي كتبك هي لغريبي لغته الفائق زؤزر مهمة او كم من خزمت يامهمه أساس البلاغي هي شاكارة واقعا تقول كامي شاكرني مفصلة كيك واقعا لإسلام دا لنحو دا دبي بلي دوا سيبويه تا أو سردميا كسيبويه نوسيبتي تا زمخشري كسيبي كيك مفصلين نوسيبه وإيش تجهد زور كس تفصيلي واقعا مفصل دا بس التسهيل ابن مالك جدا لا بس المغني ابن هشام جدا بوشنك أم متقدم ترو وواقعا منبئي أصلي بو أو دو كتاباني كيكي كان كتابة كي زمخشري بو خلاصي كلام زمخشري لفقه جدا تابعي مسبي إمام أبو حنيفة بو كمن كتابك فقه شمهي هر يستي لبردس سمدانية بلان هما كتابك فقي أبو حنيفة زمخشري هي كالسر مذهبي أبو حنيفة السيوطي خا درجاتي عليك يا ربي بلجا كدلي دعاي ودك قدس الله روحه ونور الضريح قبرك يعني منظور قبرك يتلاقد قبر نوراني بوبر نور بأخو كمنظوري من بو مختصرة أنموذجه في النحو زمجا قليل اللفظي أما بكين مفعول به دون برأة وأمجا كثير المعنى صغير الحجم غريز الفحوى أما قاعديك من هي لنحو ده باب بزانا أيش أويا ها خبر خبري بعد خبر هي مفعولي بعد مفعولي هي آوة لا واقع ده بلا جا كذا لما نزوري من أنموذج كيتي أنموذج جار الله جا أوش كتم بويا بيالن جار الله بدليل أول لمجاورة مالي خواه زور ما وتوبو عبادت أو لقبان بدا ودراسي خواه أو وقتا دراني جاروا يعني دراسي خواه بعد توجبه مجاورة زوري كبو بيتي بو بيت الله بيتي بو لقبان بدا وحاكمي وقتا نازم شريف في مكان بيقوتو كان بيقوتو زور خوشيش إلا زمان شريحات وبا بيج نهادي أيوش بيج نهادي بداوة كشافي نسيوه كشافي لمكان سوى ووقتها لباري شانازي شو الواقع عندي غلا بخوي كشتيكم بيشتوا دلان زمخشري توافي مالي خوي دكردو ام جملي بشكر جزاري لبرابري قابي خوادا زمزمي ليوان دكردو دي فرمو لولا هاوز الكوسج الاعرج كوسج يا كوسج تيك اوايا اعرجو لكانك كلامك لبقي كلامك بكر عواد الله ضلي أجر أم كوسي شل نبوا إخوايجا قرآن كيتو بكر دمايو يعني كاس فاهمين ذكر علماش واقعا دزانا كوايا هيج كاس منكري أوانيا منكري فكري كيهن وكو اعتزال بلا منكري علم كيني وبويا كشاف مورد عنايات علماء بزرگواري اهل السنه بو سلوانا تفتازاني رحمه الله حاشيه كي تند جواني لسكر هذا الشرح شنك حاشيه لا قاعده يا امام شرف الدين الطيبي كمن بيدام كرت كتابكي بشكراني خوي جودا كفتوح الغيب لسرك الشاف نسيتي الشرح حفظ الله اي لو بركته اي له واقعا بوانته تزاني كشافتيه جابوه وايلي هاتو دواتر بياوي قوري اهل السنة
كبناصير السنون حتى أمانش لقبي بوا إمامي بيزاوي رحمه الله حتى كشافي مختصر كدوة ككدوتي بو أنوار التنزيل كواهية كبتفسير بيزاوي مشهورة بلج ها أفرمي أنموذجكي زمخشري لنحو دابو منظور بمختصركي أم إمامي بزرقوارا چه أنموذجكيتي كالنحوية قليل اللفظة لفظة كاني كمن بلان معناه زور بو حجمي كرت كم بلان غريز الفحوة آه ها بلان فحوة وفحواني مضمون 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 مرمى آوا بعربي آوا بمعنى هذا بتمنى أوي كوام منظوري قائلك ومنظوري جويندك أو بيدلان فحوة مثلا فحوة قولي يعني مضمونك ولا حالك مضمونك غريز بو بني بحد زور بو مرغوبا للمبتدئين وغيرهم وحال شوابو أم مختصرة لواقعدا مرغوب بو يعني مورد رغبة قراري قرتبو بو كسانك كأهل ابتدان لخوان دني عربي دا وحتى وغيرهم بو غير أوانشك لابتداء دارين وقال يعني حد علاقي زور كذبو مثلا إذا لولاتي كداري خومان دا يجي لو ملانك زوزور بل ملا يكي بتواو معنى ملابوا وزور زور شهرزابوا ما مثلا ملا وصوي بريسوي كدواتر با يوسف أصم ناوي دركر شر حاشيه هي مثلا نزتو عايتر كزهنا يكي هوا قولا خو مبتديش نبوا مطلوبا للسالك سبيل خيري وأم كتابة أم نزتيا مطلوب دعوة كراو بلا واقع دا بوچي بو او كسي كسبيلي خير أبيا بلا واقع دا دي واقعا او كتابة مطلوب او كسانا بو كا واقعا بنوعك امرك خيري خوان دفيون ام كتابة كتابة بلا وانا كا موردي عناتي او كومالا بو بلام لقلو دا ولم يكن له شرح يليق قاصده بلا يليق قاصده بلا أوجوانترا ويلقي إليه مقاصده بلا لقل وشا شرحي كي نبو كأو شرحا لايق بيبو كسيك قاصدي أم المزجية وبقيني برو أو قاصدية مقاصد ومفاهيم ومعاني أم المزجية شرحي كي وين بلا واقعدة البدا من والله دا يكتب كم لبيرنيا بلا نسخي ختي كم ديوا بختي كي زور خل نسرا وبلا نسن صفحي ظاهرا مفقودة يكيك لا شاقد كاني زمخشري رحمه الله بخا بدا خوا لا بيرنيا نظرم اجل شاقد كاني زمخشري شرحك إلى سر المزاج النصي وبلان وكو المزاج جنية اشتكي سيدة لواقع دا لما تنكم مقدمة كيم خلينا نقول فرمي أم كتابك النصي ما وكو شرح جوايا بو مختصري ما مستحكم المزاج بلان والله اشتكي زو زور تعبتي آوا بداخل بلان نجش هذا الزمن دواي شرحك كشي إلى سر دبي أو شرح زور زعلب بي من نازانم هر بشيخ جنايدة ببلان توزيك فاصلي زماني شان بوا هر خلقي خارزم بوا أو منطقة بوا صدر الأفاضل مشهورة خارزمي بيضلن بلان صدر الأفاضل مشهورة يكيك لما مستاني بزرقواري حنفي كخلقي أو شوينة وكزم شري لي بوا إتر أوش شرحكي هي لسال الموزات وشرحكي شي هي لسال مفصل شرح كيس المفصلين من بخزمتي جيشتم هما دوج الله بناي التخمير زور شرحيكي جالب وعالم انا يتر شوخي بناكله قوي اي شرحيكي لسر الموزج هيا اتر شاهد نما بيتر من نمدي ولان لكتب انا كون دقراهم خندو متاني وقد كنت اريد تلميذه تلميذه للمبتدئين من اصحابنا ولحالك عم من دم هويست تلميز يعني تشاندن بقول بيتشيجم أم مختصرية بو أهلي ابتداء لشاقداني خومن يعني دم هويست شيريني كم لبردوليان
دم هويست بيرازين مولا بردليان آوا المنخرطين في سلك أحبابنا أوانيك لواقع دا هاتون ناو رشتي دوستان وخوشويستان إما انخرط في الأمرين تهور وركب رأسه يعني وقت يجي إنسان ده سيتنا وشتكو بيلا منخرط ولا وشتدا كأواني آوا خلاص كلام نظمي كيان ورجلتو هاتون ناو رشتي دوستان وخوشويستان معنوا ده ما يس أم ونزل بتشاو دلي أوان شيرين كمو شيرناي أم أنوزاز بوان خلاصة كلام بدمو كوا شيرين يكيب تشيرجن آوا شيرين يكيب تشيرجن لا سيما بتايبت قرة عيني أو أقل بلاي عين هي دا دبتا تشبة تسنية تشبة مفردة عينية أقل بوجورة ويخويني أقل بتسنية ويخويني بلان اگر به مزاوی خوینی دلی عینی بتایبت نوری چاوکانم کوا الرمد بله چاوکانم کوا نوری چاوکم کوا الرمد آوا دلی عرب دلن رمدت العین و هاجت های جانچیا دردی که التهابیه که دوچاری چاو دید وسرور نفسي الكمدة كمد يعني هشتي كوا صفاو جوانيو بهاو ريكو بيكي كي دروا بيدلان شي كمد وبتايبت سروري دروني من كوا آوا صفايا كي روشتو ونماوا چه ام خوشويستي من علاء الملة والدين أم كسيا عزيز أنا بدكم أما كلا قبكيت على الملة الدين شيء أحمد ابني الصدر الإمام تقول له أحمدي كري صدر الإمام رئيس الأنام ترى جورية كاتو أقضى القضاة والحكام لهم أن جولة وخلاصي كلام مصر حقي في الأحكام مظهر حقا الأحكام عماد الملة والدين مفضل الكاشي كوري أمبيا ويا أويش شيء دعام بو ذكاب وباوش وكرك بلغهم الله آمالهما خواب يانجين بأرز وكانيان وضاعف في العالمين إقبالهما ولنا عالم دا إقبال وشانس وبختي أمان شال بلا بركة جاء من لحالك دميز آوى شيرني كم لبدلان وآبا مجوريو جا كاشي منصوبة بكاشا ولتان تقنسيو عرزي برادري قوما كم دمهيز اعواب كمو اتر او وقتا شيريني كم دولانو دي وقتا شرحيكي اعواي نبو كا لايق بأن مزاجك بي اردت ان اشرحه شرحا يفيد طالبه ويستم شرحي ام مختصر بكم بشرحيكي و قازانز بجيني با او كسيك طالب ان مزاجه فقي ان مزاجه ان مزاج دخلني ويفيض إليه مطالبه وبرج برو طالبك شيء مطالب النزجك أي مختصرك هي كبو مختصرك أجتو يا بو النزجك فرق معك بحيث لا أتخطى من تحليل لفظه خطا كثيرة بجورك من شرحي بدم شرحك ما بيه كهنجاو ننيم باز ندم لتحليل لفظ أو مختصر ذاك النزجا هنجاواني زور ننيم از این زوری بلاونه که ما چون کم تیبه بوم تدیان نسلاوه تو دبی بینی استی کتبه که لنظر بگری کتبه که لعستی که سر و ده بله قصه زوری دوه توضیح زوری دوه کتبه کش که لعستی که پایین ده دیهوه مطالبه که هاکزایی با قولی فردلان آنچنانی و وزبانی چکه بیلین مطالبه که مباحثی که ساده بتاد الدستي فقه اتوده به تحليلت كم به بو هنگاوي زور نني زور قلم بازان نكي چيل شوينش كو بحسك بيني شوينش كو بحسك بيني وكو فقيتي سردمي اما قاعدة كام بينا دكتين الو او لو عبارة دا او تشي او زميل بو او تشتون بابا تو كسك كتازا دي هوي نحب خويني
تو عوامل جاني بيدلي مررت بزيد وبه داء أمر مثال بهات تو غلطة تاب يا لبه داء دا جي خوين أبو مصنف بزمير به نتوانو أي مرجع كي بو شو دسيو أي شيء غلطة وكابرا يسنازان زمير شاتو بحسي زميري بوك وكابرا يسنازان اسمي زهير شاتو تو بحسي اسمي زهير خو تو خو كابرا نازان معرب ومبني شاتو بحسي معرب ومبني كي تاولي او هلا تو بلطاني كلا فقيتيا يما دوچاري هاتين لبكسي خو من دامو تسفانيا تشارح جوانا فنفل من وقت التحليل وبررسي لفظي مختصر كذا كم اي ونموذج كذا كم هنگاوي زور نانم بملا ولادا پرژنا خم بم لا ولادا دی خویل بلا وکم خو نه بیا بو اهل ابتدا نه بتو اوکی بو مبتدی نه بتو اصلا کاری له بابت غلط ولا اتجاوز عن تنقيح معناه الا مسافه يسيره وبجهرك من دافه ام شرح بكم كلا ندم لتهذيب باكر دوي معناك تنقيح يعني معناك صاف كبدن بمختصرك لو تجاوزنا كم لو لا ندم ما قد مسافتي شي كم الرد كوي الضرورة إيجاد دكا جاري ويا كم ديم شرحي مطالب أنموذج دم نيا إحساس نياز دكم ألي ردا مطلب يكي ورد تشكولا لسر مسألة بلم أو قيناك إنا زور لا ندم زور دورناك ومعاني زور نارم بملاولادا والتزمت أن أكتب ألفاظ المتن بتمامها برق لشارحين هميشة كهاتون شرح كان نسيوا متن شرح انتقلا كدو أم وين كدو هاتوا لبيشة ومتن كين نسيوا دوانيو أم جا شرحي كدو أو زوزو كاري كدو استواقعا أفرمين من بلازم دانا متعهد بوم أو كألفاظ متن أنموزج بتواوي ألفاظك وهاكبو ألفاظ ستواني بتواوي ألفاظ متنك وبينوسم من أول كتبة الشرح إلى تمامها كتبة يعني نسخ كتابك نوسين كتابك لأول نوسين شرح أم كتابة وتا تواوي ألفاظ تا تواوي كتبك أم بينم تا تواوي شرحك تعودك بينم لأول وتا آخر ألفاظ أنموذجكش بنسمه دوباره أوش نوع الدرد ضلك حل قديم وخما دردية سنية كيسي هندي كسن بيا صواد ونظان ونفامن ام دردي نظاني ونفامي بيا صواد دردي قوشن دي لقوزش توبوا هذا ما اشتيقني هذا اما بيوي مبتلا بو بين ولا حل قديم وبوا زور كشتيا نسيوتو غلط يا نسيوتانا شتيا نسيوتانا غلطة وبوتا غلطة جار واقعا او ميدان علمية جابويا حتى يكون كزيادة للمتعلمين على التعريف تاوكو أم كاري من كدوما وكو زيادة وابد بوكو كساني كمتعلم شد فيردبن زيادة لسر تعريفو ناسان ديني كتابك وشرحي كتابك أما جببه با نسخي أصل المزيدشان لبردستابه و ويغنيهم أو بتيتواني بالي حتى يغنيهم آوة ويغنيهم عن النسخ التي لعبت بها أيدي الجهلة بالتحريف وتاوكوي بنياز يامكا هم بو متعلمين دستاني وداوكوك أو كاردك متنك لنسماني لأول شرحك لأول نسخة برداري شرحك وتآخري شرحك بو متنك لنسمو بو متعلمينك بنيازك لو نسخة ختياني كوا لعبت بها قالتي كردوا به بو نسخانيا چي قالتي بيك چي قالتي كردوا ايدي الجهالة بالتحريف دستاني نزان بتحريف كقالتان بو نسخانا كردوا هاتون خرابيان كردون خرابيان نسي وتانيو اشتكان زاي كردوا بل لو نسخانش كلا بازار دهانو لمحافل علمي دهانو بحالته بلان نسراون وخيانتي تاكلاوا با فقه كان جلاوا بينياسكم يتنياز ينبونا بيبتن متني انموزاج لم لا هي كانوا ام جابين شرحك من بخي مثلا نخي شرحك لا ولا دون اسمو متنك لا ولا دون اسمو جا شرحك يددم زور كالي كي دوسي كدوا خواوان دي تبارو تعالى ام كتابي وكاد الصدق جارية ودواتر وارجو من الله ان يعينني على الاتمام وداوام لخواه ويهيوام
اويا اميدم هيا لاي خد بخدا لا تعرف خدا واميدم اويا كارمتيم كا خواي جولا لسر تواك دنيا مشرحه وجعله قائدي الى دار السلام ولخدا دا وكارم كخوا ام هي بو شرحكات يتوان يجعله وام شرحيك من كدوما قراري بدا برهن مايمن وان يجعله قائدي وخدا فاعلك يجعل بو الله اتتواني وخوا قراري بدا هيك بو شرحك اتتوا شرحك قرار دا بشي برهن مايمن بريبري من ورهن مايمن برو بهشت فانه المستعان عليه التكلان او عليه التكلان شاي داخل دتاني توكل هل بوصر خدا دكريو استعانش هل اخواوي خوا مستعان واقعا يعني ده يا رمتي لو دكري وتوكل بال بشتيش وبشدان بش بستن هرب شوية هرب اخوة رب العالمين اي مجد اخوة ده وكارين كدعاي ام زانا قوري وام بليمتيا مقبولي درقاي اخوة قوري ابو بيت اخوة قوري اللي قبول كدبيو ك اويك واقعا او زحمتي ششاويتي لا اخوي جورا مقبول بوبي وام كتابيا موري روسوري وروسبيتي ما مساي غني زاده بي لا اخوي خوي ولا حزوري بندقاني خالص ومخلصي خوادا لخوادا وكارين كخوي جورا تاجي زيرين وكرامته بزرقواري لسرسري امبياوني وخوي جورا زحماتي زنايان كتشاويانا خوا بچندين برابر لسراي قيامتا بوان جبران وكا ودعاك بو حالي خو من خوايا توفيقش بأي مبدي كعلمي ام زنايانا زاينا كيني امش توفيق من بيعنا بفرمي لياقت من بيبدي شايستگي من بيبدي بأي امش پروردگارا که به هر جوری که ایمش زحماتی ام کسانه که چشاویانا پروردگار توفیق ما پیو دی زاینه که اینو به هدری ندین و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.